خوتي المغاربه مرحبا بكم. اليوم غادي نجيبوا دوره في الاوكشن ديال الطوموبيلات، كما كنقولوا احنا في المغرب الدلاله ديال السيارات. اوكشن ضروري باش تمشي لها خص يكون معاك واحد عنده لايسنس، يعني هاد اوكشن خاصه كيمشي معاك كتعطيه مثلا 200-300 دولار، هو كيكون اصلا ميكانيكي وكيفهم في الطوموبيلات، كيقلب لك الطوموبيله وكيشريها لك. جوج حوايج كيحكموا في الاوكشن، اولا انعام خرج الطوموبيل، ثانيا المايلج، كنقولوا احنا في المغرب الكيلومتراج، وبطبيعه الحال الانجن، يعني الموتور ديال الطوموبيل خصو يكون مزيان. السوق اليوم طالع، والهوندا والتويوتا الأكثر إقبالا. كتمشي دير لاشيرونس اول حاجه، كتاخذ البلاكه ديالك وكتاخذ الطوموبيله ديالك. هذه الطوموبيله ديالنا اللي خدينا هذه المره. الى اللقاء، سي يو نيكست تايم. Please drive to highlighted route.